Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ra'isil jilsah al-muhtaram wa jama'atil hukamil afadil sadati wa sayyidatil kiram. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum ya asdiqai? Bi khair? Alhamdulillah. Aqumu amamakum huna li'ulqiya ilaykum kalaman arabiyyan tahta al-mawdu' al-ashkhas fil madrasah. Ayyuhal mustami'una al-kiram, al-madrasatu hiya mu'assasatun nizamiyyatun ijtima'iyyatun tarbawiyyatun ansha'atha al-hukumatu awil mujtama' al-afrad wa idadihim fi itarin lil'amali ala tarbiyati mu'ayyin minal baramiji wal manahijil muhaddadah. Wa fil madrasati ashkhasun kasiratun wa muta'adidah wa minha al-mudir wa musa'idul mudir wal mu'allim wal haris wal talamis. Wa fi hazal yaw uridu an atakallama min arba'ati minhum faqad. أولا مدير المدرسة. مدير المدرسة هو القائد التربوي الذي يشرف على تحقيق أهداف التربوية ويمثل النظام والأخلاق والشخصية القوية ويقود المعلمين والطلاب. ومن مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة هي أولا تنظيم الأهداف وإدارة المدرسة، ثانيا توجيه التربوي للمعلمين. فيجب علينا أن نشرف ونطيع مديرنا لقوله تعالى في سورة النساء آية 59: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. فالمدير يقود المدرسة إلى التفوق والنجاح في مجال مختلف، الحاضرون والحاضرات. ثانيا مساعد المدير. مساعد المدير يساعد المدير على التشغيل والتنظيم والإشراف على تحقيق أهداف المدرسة. وللمدير أربعة مساعد: أولا مساعد المدير للشؤون الإداري، ثانيا مساعد المدير للشؤون الطلبة، ثالثا مساعد المدير للأنشطة الوصفية، رابعا مساعد المدير المسائي. هل تعرفون من هو لي زيجيا؟ فاز لي زيجيا في مباراة كأس الإنجليزي العالمي لكرة الريشة، وهذا الفوز يدل على نجاح تنظيم الأعمال الرياضية في المدرسة. المستمعون والمستمعات، ثالثا المعلمين والمعلمات. يلعب المعلم دورا أساسيا في عملية التعليم، فالمعلم لا يقتصر دوره على شرح الدرس أو إيصال المعلومة، بل هو أيضا الموجه والمرشد والمربي للطلاب. وتوجد في المدرسة كثير من المعلمين والمعلمات، ومنهم المعلم اللغة الملايوية والمعلم اللغة الإنجليزية والمعلم اللغة العربية والعلوم والتاريخ. المشاهدون والمشاهدات، رابعا التلاميذ. التلميذ هو الفرد الذي يتابع دراسته في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية مثلي وأصدقائي في المدرسة. ندرس في الفصل مع الأساتذة ونتعلم بالجد والاجتهاد، لأن قال الحكماء: من جد وجد ومن زرع حصد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه أبو داود والترمذي.
المستمعون الكرام وخلاصة القول إن في المدرسة كثير من الأشخاص الذي يجب علينا أن نعرفهم ونحترمهم، ومنهم المدير ومساعد المدير والمعلم والمعلمة والعارف والعارفة والتلاميذ. كلنا نلعب دورا هاما في بناء مدرستي كما قال الحكماء، في الاتحاد قوة وفي التفرع ضعف. وأخيرا وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.